هذه جائزة مميزة نقدمها لأول مرة، جوي الماسية، لأنها لشخصية ماسية من بلدي الحبيب. تفضل شيخ وليد. التغيير راح نشوفه في جميع الدول العربية إن شاء الله، والتمكين راح يبدأ من هنا وينطلق مثل الشعلة اللي نورها يضيء كل ما حولها إن شاء الله. شكراً أبو ناصر، شكراً، شكراً لكم جميعاً. للأخواننا الأجانب، for all of the people who came to join us today, I thank you so much and welcome to my country, the Kingdom of Saudi Arabia.